فيقنا الصباح فطرنا في الهوتيل وحنا يا خارجين دابا غادي للاهرامات. وفي الطريق قالنا السيد بان هذا هو ميدان التحرير، هنايا فاش تجمعوا قرابه 30 مليون مواطن مصري باش يبداو الثوره ديال الربيع العربي. نخليه يبان مزيان. فين النيل؟ في الطريق على فكرة ممكن مشي من الأوتيل صح؟ اللي هنا؟ بالمتنى مشي مش بعيد. هذاك اللي تما كيقولوا ليه برج القاهرة. ما شربتش منها طب جربت تغنيها واخيرا واخا ما عرفتش كيف نولا لهذاك النيل. ايوه دي تذكره الدخول 60 جنيه انا عارفه اوريدي يعني او 10 جنيه للمصريين اي نو اوريدي. نشوف النيل تبارك الله دي فهماها. ده النيل العظيم. الله ناخد لقطه كده عشان ما ينفعش يعني حد كده ما ينفعش عيب يعني. ممكن انزل؟ ليه لا؟ ممكن تعمل اللي انت عايزاه. لا يلا تفضل اشرح لنا الخريطه. طيب انت هنا دلوقتي. اوكي. من هنا بشوف الاهرامات خوف وخفره منكره. شو اسمه؟ خوف وخفره؟ خوف وخفره منكره. منكره. منكره اوكي. منكره. المنطقه حوالي 12 كيلو. 12 كيلو بشوفها فيها 9 اهرامات. 3 كبار 6 صغيرين. دول 3 كبار ودول 6 صغيرين. ثلاثة صغيرين أولاد الملك خوفو وثلاثة صغيرين أولاد الملك منكر. هنا بتشوف التمثال بتاع أبو. أوكي. هنا بتشوف المعبد اللي كان محمد فيه الفراعنة من 5000 سنة قبل الميلاد. تطلع هنا بتشوف المقابر برضه حق الفراعنة. تطلع هنا بتشوف الأهرامات كلها منظر واحد. من هنا لهنا حوالي 2 كيلو بتشوف أول ما تطلع هنا بتشوف الأهرامات كلها منظر واحد زي الصورة دي. شفت الصورة دي؟ شفت الصورة دي؟ اللي الراجل راكب عليها؟ ايوه انا هعمل ايه؟ ولا ممكن اشعلك؟ ولا ممكن اشعلك؟ ولا ممكن اشعلك زي البنتين دول؟ حلو. بتطلع من هنا تشوف الاهرامات، ابو الهول، معبد الوادي، معبد الجنائزي، مقر الفراعنه، كل حاجه وبترجع هنا. خلاص شكرا. فهمتي؟ فهمت. الحمد لله. لسه قافل معاه دلوقتي وراح للياس، لسه قافل معاه حالا اهو. ما اعرفش انا لسه قافل معاه دلوقتي. احنا غاديين دابا للهرم و ما عادش واش لحسن حظنا ولا لسوء حظنا. بسي بسي. لسوء حظنا ولا لحسن حظنا ان كاين الضباب ف بصوا لو بصيت الهرم اللي على اليمين ده اسمه خوفو. خوفو اوكي. انا ما شفتوش. ها كاين الضبابة على اليمين، لو بص على اليمين شويه كده تلاقيه. اللي في النص ده اسمه، ما شفتوش حتى انا. اللي في النص ده اسمه خفرع. شفتي اللي في النص؟ خفر. خفرع. خفرع. اوكي. التالت بقى المفروض. لا هو اول واحد. اول واحد ده خوفو، اللي في النص ده خفرع، التالت اللي هناك ده منقرع. اكبر واحد ده خفرع. منقرع. لا اكبر واحد خوفو يا خوفو خفرع؟ منقرع.
منقرع. يلا ياسمين يلا 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 نسبقوا غادة. يلا ياسمين يلا ياسمين. بقى هنا سكينه فوق هنا كده بس هتجيب لي بس مستقيمه برده كده مستقيمه كده بس كده بدل من كده لكده احنا بنمشيها كده مستقيم برده بس بصي كده ولا كده لا 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 الفرعوني ليه اكتر من طريقه يعني ممكن تكتبه من فوق لتحت او يمين شمال اوكي يمين قصدك شمال يمين يعني هنا كده ايه سكينه بص حطها لي هنا هم سين كاف ياء مين خمس حروف قلتهم له بالظبط كده في الحته دي ماشي شايف العلامه دي كده العلامه دي امشي عليها ولا من ولا كده لا مش كده تبقى عشان بس يبقى في تناسق اوكي لا. جيب لك كركديه تاني لا شكرا بجد والله في موجود انت لا شكرا المصريين مش بطل والله ادري والله احلى ناس واكرم ناس البنات وصلنا لنهايه الفلوغ نتمنى يكون عجبكم ونتلاقاو قريب كما قلت بزاف كيسز